السلام عليكم. محاورتنا لهذا اليوم هو حل المعادلات التفاضلية باستخدام تحويلات لابلاس. المثال الأول عندي المعادلة y برايم زائد 2y زائد اكسبوننشال x مع شروط ابتدائية تفيدني بالحل. أنا من أبدي أحل أول خطوة لأخليها هنا خطوات الحل إنه هنا أخذ لابلاس للطرفين. هذا الطرف الأول أخذته معكوس لابلاس والطرف الآخر أيضا أخذته معكوس لابلاس. ايضا عندي من خواص تحويلات لابلاس انه يتوزع على متعدده الحدود، راح يتحول او يتوزع على الحد الاول وعلى الحد الثاني. على الحد الاول لابلاس للواي برايم زائد لابلاس للتو واي والطرف الاخر ايضا لابلاس للدال اكسبونينشال اكس. عندي ايضا قانون لابلاس للواي برايم شو يساوي لي؟ يساوي لي ماينس واي اوف الزيرو زائد S L of Y. أو أيضا عندي من خواص تحويلات لابلاس إنه لابلاس لأي دالة مضروبة بثابت، الثابت خارج يطلع في لابلاس الواي يساوي للطرف الآخر عندي لابلاس للدالة الأسية هو واحد على S ناقص واحد. أبدي أعوض الشرط المعطاة أعلى بالسؤال Y of الصفر سالب واحد، وايضا عندي انا سالب، السالب بالسالب موجب فاذا طلع عندي واحد. زائد هنا ايش الاحظ؟ انه اكو عامل مشترك. من هو؟ L of الواي. فيبقى عندي S زائد 2 مضروبة L of الواي يساوي لنا 1 على S ناقص 1. ايضا عندي الواحد يتحول للطرف الثاني او باضافة النظير الجمع للطرفين، ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي 1 على S ناقص 1 ناقص 1 من بعد ما أرتبها راح يكون هذا الناتج في S زائد 2 مضروبة L of Y. أقسم الطرفين أحصل لابلاس of Y من بعد التبسيط راح يكون هذا الناتج. هذا الخطوة الأولى. نعم وصلنا للخطوة الأخيرة أنه لابلاس Y يساوي لي هذا المقدار. فش اسوي هسه الخطوه اللي بعدها بخطوات الحل؟ اخذ لابلاس انفرس للطرفين. فلابلاس انفرس قد ما يدخل على التحويل فش راح يبقى؟ يبقى فقط الواي لان العنصر مع نظيره او لابلاس انفرس يساوي لي لابلاس في لابلاس انفرس ويعطيني الايدنتيتي الداله الذاتيه، والايدنتيتي للواي هو الواي نفسه. هاي الخطوه الاولى. المشكلة وين المشكلة؟ بالطرف الآخر. هسه أنا عندي واي بهذا الطرف، الطرف الآخر لابلاس انفرس للمقدار الواضح أمامنا. فهذا شلون أتعامل وياه داخل القوس؟ أتعامل وياه تجزئة كسور. فعندي 2 ناقص اس على عاملين مضروبات مع بعض، إيش راح يكون؟ اي على العامل الأول زائد بي على العامل الثاني. من بعد التبسيط، واضح التبسيط عندنا، انه راح تطلع قيمة الاي تساوي لي 1 على 3 وقيمة البي تساوي لنا سالب 4 على 3. ابدي اعوض ايضا لابلاس انفرس، ايش راح يكون؟ لابلاس انفرس من خواصه انه الثوابت تطلع للخارج. هذه طلعت الثوابت عندي. ارجع للامثلة والملاحظات السابقة بلابلاس انفرس. لابلاس انفرس لهذا المقدار هو ايش راح يكون؟ راح يكون اكسبونينشال اكس. ايضا لابلاس انفرس للمقدار اس زائد 1 على اس زائد 2 هو اكسبونينشال ماينس 2 اكس. اذا حل المعادله راح يكون بهالصوره الواضحه امامنا. المثال الاخر واي دبل برايم زائد واي يساوي لنا اكس مع الشروط المعطاه. ابدي اخذ لابلاس للطرفين واوزع، راح يكون للحد الاول وللحد الثاني وايضا للطرف الاخر. انا عندي لابلاس للاكس اس ان اللي هو راح يكون 1 على اكس اس ان زائد 1، فلابلاس للاكس عفوا اس، فلابلاس اما لاكس راح يكون 1 على اس تربيع اس اللي هي اس زائد 1 اس تربيع. ابدي اعوض انا عندي موجود لابلاس للواي دبل برايم اعوض عنه مثل ما موجود راح يكون هذا المقدار زائد لابلاس للواي يساوي لي 1 على اس تربيع.
الشروط الابتدائية اللي عندي يقول لي واي برايم اوف الصفر ايش اعوض عنه؟ اثنين، هاي ناقص اثنين، هذه الاس، واي اوف الصفر واحد، اذا اس في واحد النتيجة راح تكون اس. هنا عندي عامل مشترك، هذه الخطوة ايش راح يكون؟ اس تربيع زائد واحد مضروب بمن؟ ال اوف الواي، من بعد ما اخذ عامل مشترك. فاذا ناقص 2 ناقص اس زائد اس تربيع زائد 1 مضروب ال اوف الواي يساوي 1 على اس تربيع. هذه تحول للطرف الاخر او باضافه نظير الجمع للطرفين راح يكون اس تربيع زائد 1 مضروب ال اوف الواي يساوي 1 على اس تربيع زائد اس زائد 2. ابدي ابسط المقدار مثل ما موضح امامنا. اقسم الطرفين على اس تربيع زائد 1 نحصل على لابلاس اوف الواي. اذا هسه مثل ما موضح امامنا لابلاس للواي يساوي لهذا المقدار. المقدار ما اقدر ابسطه اكثر الا ان الجا الى طريقه تجزئه الكسور. تجزئه الكسور لانه هنا عندي المقام من الدرجه الثانيه واكثر من عامل، فاستخدم انه العامل الاول اس اي على اس زائد العامل الثاني اس تربيع بي على اس تربيع زائد متعدده الحدود. من بعد ما ابسطها راح احصل على قيمه الاي صفر البي واحد سي واحد الدي واحد، ابدي اعوض. فاذا لابلاس اوف الواي راح يعطيني هذا المقدار. وصلت للخطوه اللي بعدها اخذ لابلاس انفرس للطرفين. فقلنا لابلاس انفرس للواي ال اوف الواي يعطيني واي، والطرف الاخر لابلاس انفرس ابدي اجزئ للحد الاول وللحد الثاني، هذا اللي هو الحد الثاني. زين الحد الثاني انا ايش عندي؟ عندي ايضا يحتاج بعد تجزئه، فايش راح يكون؟ لابلاس انفرس الواحد على اس تربيع زائد لابلاس انفرس لهذا المقدار ولابلاس انفرس للمقدار الاخر. من خلال مراجعتي للقوانين لقيت انه لابلاس انفرس للواحد على اس تربيع هو اكس، لابلاس انفرس لاس على اس تربيع زائد واحد هو كوساين اكس، وايضا لابلاس انفرس لواحد على اس تربيع زائد واحد يعطيني ساين اكس. اذا حل المعادله راح يكون واي يساوي لي اكس زائد كوساين اكس زائد ساين اكس.